قائد نازي شهير شغل منصب نائب الزعيم وكان من أهم الرجال النازية. نشأ في غيطان مصر وكبر بين مزارعيها وأتقن اللهجة الفلاحية المصرية. رودولف هيس النازي الشرس وتابع هتلر الوفي ولد عام 1894 بمحافظة الإسكندرية المصرية لأسرة ألمانية ثرية. والده هو رجل الأعمال والمستكشف الألماني فورتز هيس. وصل الأب إلى مصر برفقة الاحتلال البريطانية واستقر بالإسكندرية. انتقلت الأسرة لمحافظة الغربية بعد عمل الأب بتصنيع الآلات الزراعية، وتوسعت أعماله بشكل كبير وأسس شركة تجارية مصرية. امتلكت العائلة فيلا ومصنعا لتصنيع الآلات الزراعية ومزرعة ضخمة. ترعرع الصغير رودولف بين أقرانه من المزارعين المصريين. كان الشاب الألماني محبا للتاريخ المصري وأراد التخصص بدراسته، لأن والده أجبره على السفر إلى سويسرا لدراسة التجارة عام 1910. وبعد انضمام الشاب للجامعة نشبت الحرب العالمية الأولى فشارك بها. أصيب رودولف إصابة بالغة بعد قتاله إلى جانب جيش بلده ضد بريطانيا وفرنسا. بعد انتهاء الحرب قرر إكمال دراسته في العلوم السياسية بجامعة ميونخ. كانت وقتها ألمانيا تغلي بسبب هزيمتها المهينة في الحرب العالمية الأولى، وظهرت أفكار الحزب النازي المنادية بسمو العرق الآرية وتفوق الألمان على بقية البشر. عام 1920 جمعت الصدفة رودولف بشاب آخر متحمس للنازية، هو هتلر. أعجب رودولف بهتلر إعجابا شديدا وقرر ملازمته والانضمام للحزب. شارك هيس بمحاولة انقلاب فاشلة نفذها هتلر في بدايته، وتم اعتقال هتلر، لكن رودولف استطاع الهروب إلا أنه سلم نفسه ليكون بقرب الزعيم. بادله هتلر الاحترام وعينه نائبا له واستأمنه على أسراره، لدرجة أن مذكرات هتلر التي كتبها في السجن أملاها على رودولف. بعد سنوات وصل الحزب النازي للحكم وقامت الحرب العالمية الثانية. كان والد رودولف وقتها في مصر المحتلة من بريطانيا. راسل رودولف رئيس الوزراء المصري باللكنة المصرية التي يتقنها، مطالبا إياه بتأمين سفر عائلته إلى ألمانيا، واستجاب الوزير المصري لطلبه. بعد اشتداد الحرب مع بريطانيا ومحاولة الألمان احتلال روسيا، قرر رودولف القيام بمهمة انتحارية وهي السفر لبريطانيا بطائرته النازية. تصدت له المضادات الأرضية الإنجليزية فقفز بالمظلة قرب لندن. أهدف هيس تحقيق نصر دبلوماسي بتحييد بريطانيا للتفرغ لمواجهة الاتحاد السوفيتي، لكن هتلر اعتبر أن ما قام به رودولف خيانة وأمر بسجن كل موظفيه واتهمه بالجنون. سجن هيس 4 سنوات في بريطانيا، حيث تم تسليمه إلى ألمانيا للمحاكمة بعد الحرب. اعترف أثناء محاكمته أنه أشرف على حرق اليهود بنفسه بأوامر من هتلر، وكان يكرر أنه لم يندم على ما فعله، فحكموا عليه بالإعدام ثم خففوه للمؤبد. قضى بسجنه 40 سنة حتى قرر عام 1987 الانتحار شنقا بالزنزانة، ومات عن عمر 93 عاما، تاركا وراءه أسرارا لم يعرفها سواه حتى اليوم. شاركنا برأيك، كيف تتخيل شكل عالمنا اليوم لو انتصر النازيون بالحرب؟